طيب قبل النتائج وقبل نسحب يعني أمانة بين فترة وفترة في البرنامج ودي يعني أمول، ودي أدندن بحكم أني يعني أحب أمول على ما قيل. فعبد الله والشباب يطلبوني بين فترة وفترة، وأحيانا إذا بثيت يعني أعطي ما في الجانب اللي بديت فيه حقيقة. ترى أنا لو يعني تعرفون ترى أنا بديت كمنشد يعني بالإعلام، بديت كمنشد وتوقفت يعني أربعة وبعدين المدهالي واحد. شفتني من جمهورك من زمان يا حبيبي، شرف فيك. فأنا اليوم يعني أبي أقول، أبي أدندر خفيف إن شاء الله عاد الصوت إنه يحالفني، وأقول أمان على حب الديار والسلام، ولولا الروح لكان حبي مجرد كلام، لكان حبي مجرد كلام. طيب ولو كان من قلبي، ولو كان من قلبي سلام، ولو كان من قلبي سلام أيها النجوم. طيب رمضان كريم، رمضان كريم وعيد سعيد أيها الجمهور. سؤالي روح يا من هوى السبيل، كيف السبيل إلى وصالك دلاني. الله أنت الذي حلفتني وحلفت بي، وحلفت إنك لا تخون فخنتني. لا أقعدن على الطريق وأشتكي وأقول مظلوما وأنت ظلمتني. اسمع ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمارا، فقلت خضبت الكف على فراقنا، قالت معاذ الله ذلك ما جرى، ولكنني لما وجدتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى. يا حبيبي
حبيبي. الله عليك الله عليك. صح قلبي حزين وصح نفسي حزينة، بس وصلك غنيمة مستحيل اعتزلها. انت حاجة مهمة الله، وانت حاجة ذمينة، من لقاها حرام انه يدور بدلها. سال دمع الغرام وضاق صدر المدينة، واقبل الليل ما فيه أسئلة ما سألناها. قال صاحبك وين؟ قلت ما أعرف وين. أنت قصتك كنت أحسب إني بطلها. وجيهكم يعطيكم العافية، وشكراً للكلام الجميل وهالختام الجميل وهالليلة الجميلة. والذي أسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده وعطاءه في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأمطار الكريمة والخيرات من رب كريم، أن يوفقكم جميعاً وأن يحقق أمانيكم وأن يشفي مريضكم وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. سينتهي هذا يعني الشهر الفضيل ويأتي العيد ونفرح جميعا، والذي أسأله به سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا الجمع الطيب وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في جنات قل وامين، وأن يجمعنا بإذن الله عز وجل في برامج قادمة بإذن الله عز وجل. عطونا احنا نبي نسحب